بغيت نقول ان الحمد لله الانتخابات اللي مرت طريقه التنظيم ديالها والاقبال الكثيف ديال المغاربه على الادلاء بصوتهم هذا يبعث على الفخر ويبعث على الامل ويبعث على الثقه، لان الشعب المغربي قال كلمته، الشعب المغربي اراد التغيير، الشعب المغربي محص ودرس يعني البرامج ولقى في هذا الحزب ربما التقائية في ما يتطلبه من 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 يعني حاجيات في المجالات اللي جا فيها البرنامج الحزبي، الصحة وديال التعليم وديال الشغل. هذا بقدر ما تنهني المغاربة كاملين الذين صوتوا لحزبنا والذين لم يصوتوا على يعني القيام بواجبهم الوطني وعلى الاختيار اللي قاموا في إعطاء هذا الحزب الصدارة. وهذا بقدر ما كما قلت كيعزز الثقة اللي كانت قبل شهور تذكروا الكل كان يتكلم عن فقدان الثقة، ولكن المغاربة بفضل النسبة المشاركة 50% ما بينوا أنهم هناك ثقة في بلدهم وهناك ثقة في مستقبلهم وهناك مستقبل للسياسة. فبقدر ما هذه الثقة تعزات وبقدر ما يريدون هذا الأمل بقدر ما تيوضع للحزب والحلفاء ديالو غدا مسؤوليات جسيمة من أجل العمل سريعا سريعا جدا وإعطاء ماشي فقط الإشارات، الإجراءات القوية اللي غادي تعزز هذه الثقة وغادي تكرسها وغادي يعني تكون في مستوى تطلعات الشعب المغربي اللي يستاهل حسن ويستاهل كل خير. بالنسبة للتحديات، هما التحديات كتفرضهم أولا الظرفية الدولية، كتفرضهم هذه المرحلة اللي كتعيش بلادنا في ظل هذه الجائحة، كتفرضهم أيضا هذه التراسبات أو التراكمات ديال العشر سنوات الأخيرة والمشاكل ربما التي أصبحت عالقة. كما قلت حتى هذه كتزيد من تعزيز الإرادة اللي عند الحزب والحلفاء ديالو غدا أنهم إن شاء الله يكونوا في مستوى هذه الثقة وفي مستوى أمل المغاربة. الحمد لله النتائج كبيرة، النتائج اللي حقق تجمع طارق الحرة دليل على أننا كنا مع المواطنين قرب منهم طيلة خمس سنوات، دليل كذلك على أن المغاربة إلا كنتي معاهم راه يكونوا معاك. إحنا طيلة خمس سنوات اشتغلنا مع المغاربة، خدمنا معاهم كحزب كمؤسسة في الكوفيد وما بعد الكوفيد وقبل الكوفيد. شادي نقول لك إحنا فخورين بهذه النتائج. اليوم تجمع طن أحرار على عاتقه واحد مسؤولية كبيرة لأن المغاربة تاقوا فيه، والحمد لله إحنا عندنا واحد برنامج اللي هو كبير وقوي وقادرين على أن نحقوه، والوقت غادي يبين بأن التجمع طارق عنده كفاءات، عنده شباب، عنده مرأة اللي ينزلوا هذاك البرنامج وينزلوا هذاك الالتزامات على أرض الواقع. والخمس سنوات راه كدوز دغيا، إن شاء الله التجمع الوطني الأحرار يكون في المستوى ويكذب جميع التكهنات. لا أنا ما عندي حتى شي مسؤولية رياضية، اليوم أنا عندي مسؤولية سياسية وعلى كما تنقولوا على داري وصعيبة، لأن باش تحتل المرتبة الأولى في منطقة ديال الفيدا مر السلطان اللي هي المعقل ديال حزب اللي هو تا هو كبير ونجي ونحتل في المرتبة الأولى بفارق كبير وكبير جدا، فهي ماشي بالسهل. إذا هي مسؤولية كبيرة، نتمنى على أن يكون في المستوى. اللي مهم هو أننا شادي نقول لك عندنا واحد المسؤولية، خصنا نكونوا قد المسؤولية. شكرا. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.